المزيد من جثث المرتزقة يصلون تباعا إلى سوريا بعد سقوطهم قتلى في ليبيا. المعارضة السورية أعلنت وصول جثامين 6 مرتزقة سوريين يتبعون لميليشيا لواء الشمال بسوريا إلى مدينة عفرين الحدودية مع تركيا. وأفادت وسائل الإعلام المنتمية إلى المعارضة أن المرتزقة قتلوا جراء اشتباكات دارت فيما بينهم في 16 من يوليو الجاري بجنوب العاصمة طرابلس، مشيرة إلى أن الجثث عثر عليها بإحدى المقابر الجماعية بترمونة مع 9 جثث أخرى مجهولة الهوية. إلى ذلك تداول النشطاء مقطعا مصورا يظهر عشرات المرتزقة السوريين على متن إحدى الطائرات التابعة للخطوط الأفريقية وهم في طريقهم إلى أحد مطارات المنطقة الغربية. أتى ذلك بعد أن أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن نظام أردوغان يواصل نقل مرتزقة الفصائل السورية الموالية له نحو الأراضي الليبية للمشاركة بالعمليات العسكرية إلى جانب ميليشيا صغيرات. ووفقا لإحصائيات المرصد فإن أعداد المجندين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن ارتفع إلى نحو 16500 مرتزق من الجنسية السورية، من بينهم 300 طفلا دون سن 18.